أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 26 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 10 من يومه الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي لعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 7859 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات التي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 6291 حالة شفاء بعد تماثل 389 حالة جديدة للشفاء، بينما استقر عدد الحالات الوفاة الجديدة عند 205 حالات إذ لم يتم تسجيل أي حالة جديدة، وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 221154 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. مع السلامة.